مجوهرات، أحجار كريمة، ألماس، ساعات فاخرة، مبالغ مالية، سيولة، مكدسة، أموال مكدسة، هكذا لقوها مكدسة محطوطة. شركات، هذه هي العشرين مليار دولار، هذه هي العشرين مليار دولار، هذه هي العشرين مليار دولار. ورانا أكثر ضرق، ورانا أكثر، تجاوزناها بقليل، لأن الوقت اللي أعلن عليها السيد رئيس الجمهورية كانت عنده هذاك المعطيات، اليوم تجاوزناها بقليل. شركات خاصة بتسير قنوات تلفزيونية، عندنا قنوات تلفزيونية حجزناها بالمليون، بالملايين الأورو. هل أحدثكم عن القروض البنكية؟ تقول لي سوارد الدولة هذه متوعنا.